سلندر. ايوه ضايع حقه. كنت ثاني سلندر. واحد يقول ركبت، يقول وقفت عند نفس موضوع خالد، يقول وقفت عند محطه، يقول واركب، يقول موتر. اسلم ابو جابر يقول موتر نفس الموتر، يقول انا احرك هذا الموتر. فيه نسوان ورا ما ادري. اسمع اسال سلطان خلص ولا لا. الموتر فيه نسوان ورا ما ادري. هو مو بنفسه على ما جاء نسوان. اصعب واقف قسم بالله. ايه كم الرجال اللي في الموتر، الرجال ركب يكلم حلو ويحسبون انه هله، يحسبون الرجال اللي معهم مضبوط، والرجال ذاك يقول الموتر ما في احد. اوه الحاله قدام ما في احد بالحاله. السالفه وش هي؟ الموتر كلها نفس الموتر، نسوان ذولا حولوا وجاوا وركبوا الموتر ذا يحسبون موترهم. وهو اصلا ركب موتر هو. موتر. الموت. بس لخبط النسوان. لا هذا يتحصل. النسوان لخبطوا. سكتوا وشوف الرجال ركب في الموتر يكلم، قال اكيد ان ذا رفيقنا وذا موتر. يا والله انت انت الصدمه عندك انت يا راعي اللي دخل يكلم. يقول راح حطني اسير بزين واكلم. يقول واي المرأة اللي كحتها ما ادري ايش صار عندها ورا اخترع. يقول فامسك بريك. يقول ساعات التفت وشافوا وجهي شفت وجهي. يقول نصيح كلنا ابو علي تخيل انك الموتر. لا والله صدق ما تخيل انك الموتر ما معك احد. ما اقول انا خفت من العيد ابو ضير. يقول انا اعود. يقول انا اعود الحين. قال يقول دليت. يقول وايد الرجال عاد في موقف ينتظرهم يحسبونهم. يقول قد اخذتهم برا كنت روحت. يقول انا ارجع. يقول انزلهم. يقول اجي اوقف عنده تولد سال واحد اثنين ثلاث. يقول يضحك. هم عواله ولا اوبر؟ لا يا ابن الحلال سيارتين يا رجال. المحطه انت واقف في محطه. طيب انت يا سعديت وقف في محطه حلو. موترك نفسه وموتري نفس موترك حلو. قام النسوان اللي معي ونزلوا ركبوا مع ذاك. ها ركبوا مع الثاني. لا راح ياخذ مشغله وعوده ويعوده يركبوا معك. ايوه وشعورك اللي حركت انت؟ انا افكر بشعور الرجال ذاك اللي يتحررون من المحطه نفس السيارات ما تحرر. هم الغلطانين الحريم.